اليوم تقدم الأستاذ مهند كراجة من مؤسسة الضمير، وأيضا المحامي سليمان الحسيني، محامي المناضل الكبير، المناضل ضد الاحتلال وضد الاستيطان، المناضل عيسى عمر، بطلب إخلاء بسبيب الكفالة. تم تقديم هذا الطلب إلى المحكمة اليوم، والنيابة العامة قررت أن التوقيف، أن إخلاء سبيله لا يستلزم في هذه المرحلة لاستمرار التحقيق. واستنادا إلى قرار النيابة، تم رفع الموضوع إلى قاضي المحكمة القاضي عروة العملة، والذي قرر الإفراج بكفالة وإخلاء سبيل المواطن المناضل عيسى عمر بكفالة نقدية قيمتها 1000 دينار أردني تدفع في خزينة المحكمة لحين انتهاء الإجراءات القانونية. وبهذا نقول كمؤسسات حقوقية وكل من تابع قضية المناضل عيسى عمر أن احتجاز الأخ عيسى عمر المناضل كان على خلفية حرية الرأي والتعبير، وعلى خلفية قانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، الذي نطالب من هنا من أمام مبنى العدالة في الخليل بأن يتوقف العمل في هذا القانون، قانون سيء الصيت، القانون الذي يشكل سيفا مسلطا على حرية الرأي والتعبير. يجب وقف هذا القانون بشكل فوري، وأيضا محاسبة من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان الذين قاموا بإعطاء الأوامر لاستدعاء المواطن عيسى عمر المناضل ضد الاحتلال وضد الاستيطان. إنه لشيء مخجل، مخجل لنا جميعا أن يتوقف مناضل في زنازين هذا الوطن. هذا المواطن يجب أن يكرم ويحترم ويجب أن لا يهان. نحن نطالب بمحاسبة من ينتهك حقوق الإنسان، وأن لا تتكرر هذه الانتهاكات، وأن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يكون القضاء حاميا لحقوق الإنسان ولا أن يكون منتهكا لحقوق الإنسان. اليوم تم الإفراج عن عيسى عمر، ونأمل أن يكون عيسى عمر آخر ضحايا قانون جرائم الإلكتروني وآخر ضحايا القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان، إطالة اللسان. وإحنا لساننا راح يظل طويل بالحق وبحرية الرأي والتعبير وبعدم الإساءة لأحد. وأيضا نحن ننادي باحترام حقوق الإنسان، وسنظل ندافع عن حقوق الإنسان، وسنبقى ندافع عن كرامة المواطن الفلسطيني المهدد من الاحتلال. يجب أن يعيش المواطن الفلسطيني بكرامة وبحرية. وشكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكل من وقف وساند الأخ المناضل عيسى عمر، شكرا للجميع كل باسمه ولقبه. يا عيسى يا بطل، كل الوطن معتقل، كل الوطن معتقل. يا عيسى يا بطل، يا عيسى يا بطل، كل الوطن معتقل، كل الوطن معتقل. يا عيسى يا بطل، يا عيسى يا بطل، كل الوطن معتقل، كل الوطن معتقل. يعني عيسى عمر كمدافع عن حقوق الإنسان ومنسق لشباب ضد الاستيطان دفع الثمن غاليا، دفع الثمن 7 أيام من الحجز بالحرية مقابل حقه بالتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لابد بعد هذه القضية أن يكون هناك كلمة لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية التي تدخلت في وساعدت وساهمت بالإفراج عن عيسى عمر، لأن تقول كلمتها في حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لكي ألا تتكرر هذه القضية. هناك يعني أيضا لا نقف عند هذه القضية، يعني سنتحرك برضو كمؤسسات حقوق إنسان عن كافة الإجراءات القانونية والمخالفات القانونية التي تم إجراءها في قضية الناشط عيسى عمر. الآن سنقوم بإجراءات الكفالة، ونتمنى أن تكون سهلة وأن يتم الإفراج عنه فورا وبعد هذا القرار.